أستاذ لؤي، أهلا وسهلا فيك، أعانك الله أولا على قبول المهمة. شو اللي حاب تقوله أولا في هذه الجزئية؟ أشكرك أخوي طارق، الشكر الحمد لله على كل حال. في البداية طبعا أحب أني أشكر مجلس إدارة هيئة الرياضة ممثلة بسمو الرئيس والمعالي المساعد الأستاذ عبد الهادي بلاك على يعني الدعم اللي شفناه منهم، وعلى يعني الأريحية في مساعدة الاتحاد بأن يكون بالصورة يخرج للملا بالصورة المطلوبة وأن يكمل مهمته. الحمد لله على كل حال. لا أنسى طبعا أني أشكر أخواني أعضاء مجلس الإدارة، وأشكر أيضا الأستاذ قصي الفواز وعبد العزيز، ما قصر، وإن شاء الله بإذن الله نحن نكمل المهمة في الفترة القادمة بما يليق بأن نخرج بمخرجات يعني تليق بالكرة السعودية بإذن الله. نعم. أيضا أحب أنوه بس أنه اليوم أنا تكلمت مع بعض رؤساء الأندية وفي بعضهم كلمني، أحب أشكرهم فردا فردا ولا هي يعني مجاملة لهم، ولكن الدعم الكبير اللي لقيته منهم والخدمات اللي عرضوها وجميع كان مساند، اللهم لك الحمد. وأتمنى بإذن الله أن نبيض وجيههم، لأنه أعتقد أنه اليوم الاتحاد، أي اتحاد يعني اليوم لو تفكر فيها، أي اتحاد لم يخلق إلا لوجود أندية، ولو ما كانت الأندية دي موجودة لما خلق هذا الاتحاد، لأنه هو عمل ينظم أعمال الأندية. فإن شاء الله بإذن الله نكون على قد الثقة، والله يوفق إن شاء الله في المرحلة القادمة. الأندية تريد أيضا مجلس اتحاد كرة قدم متكامل متجانس، يعني يوصلهم إلى بر الأمان. كمان الأندية حاطة يدها على قلبها، تقول لك يا أخي هذا رابع رئيس اتحاد سعودي لكرة القدم خلال هذا الموسم تحديدا. معلومها والله، معلومها صحيح، الكلام صحيح، ولكن يعني العمل هو من يعني هو من يطمئن بإذن الله أنه نشوف الفترة القادمة أنه عمل مكمل، وأنه يكون في جهد أكبر. أنا ما أنكر جهد الإخوان اللي سبقوني، الكل اجتهد. يمكن يعني أنت عارف اليوم الدوري اليوم على شدة، ويمكن في آخر 9 جولات المهمة صعبة، بالذات في إخراج الدوري إن شاء الله إلى بر الأمان. هي لو تفكر في الاتحاد عبارة عن يعني استراتيجيات، والنقطة الثانية اللي هو الاتحاد نفسه، الأمانة واللجان، والثالثة اللي هي المنتخبات. لو تفكر في اليوم اللجان هي مهمتها اللي يمكن يختلف عليها كثير، ولذلك عادنا تنظيم هذه اللجان الفترة السابقة، لكن اليوم لازم يكون المراقبة في تنفيذ واتخاذ القرارات لازم تكون موجودة، وهذا اللي بيكون بإذن الله في الفترة القادمة على الأقل يعني كأولوية بالنسبة لي الآن. لكن ما أقدر أقول لك شو أولويات الاتحاد بقرار فردي، هي لا يجب أن يكون هناك في اجتماع مجلس الإدارة ونقرر بناء عليه وبناء على مرئيات أيضا من الأندية، إيش الأولويات اللي مفروض أنه يتخذها هذا المجلس، ومن ثم إن شاء الله بإذن الله نعم. أنه نكون يعني نقدم أفضل ما لدى المجلس.